إذن التخطيط السليم والرؤية الشاملة وأيضا القدرات المصرية، رهان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على الشعب المصري باني هذا الوطن وما هو قادم في جمهوريته الجديدة. الأستاذ محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، برحب بحضرتك أستاذ محمود. إلى أي مدى يستطيع الإنسان المصري تحقيق المستحيل وفي فترات زمنية وجيزة؟ اسمحي في البداية رحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة إن إحنا أمام معجزة جديدة بتعملها الدولة المصرية، إزاي بتواجه التحديات حاصلة في العالم والأزمات المتلاحقة الاقتصادية على مستوى العالم بأفكار إبداعية بتحقق فيها حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية الاهتمام بالإنسان باعتباره هو محور عمل الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وأيضا عدم التوقف عن العمل والبناء في الدولة المصرية عبر المشروعات القومية العملاقة اللي فيها حاجتين، فيها دعم للإنسان اللي بيعمل فيها وللأسر اللي يعني بيقوم بإعالتها الإنسان العامل في هذه المشروعات، ثم أنه الدولة المصرية لا تتوقف عن العمل وعن البناء في محاولتها لمواجهة التحدي اللي حاصل في العالم من أجل إنشاء الدولة أو الجمهورية الجديدة حسب ما أطلق عليه السيد الرئيس. نعم. فبالتالي احنا الرهان من جانب الرئيس على المواطن المصري هو رهان صائب، رهان اصاب الحقيقه، رهان حقيقي، لانه المواطن المصري في اللحظات الصعبه بتظهر منه معجزات طول الوقت، وده ما اخبرنا به التاريخ. هو رهان على الارث الحضاري والثقافي للمواطن المصري الذي لا يتوقف عن بناء بلاده والذي لا يعني لا تهزمه المحن الاقتصاديه العالميه. نعم، إلى أي مدى استطاعت مصر كما ذكرت أن تجتاز معدلات نمو لا تتراجع لكنها لا تنمو بخطوات أو بنسب كبيرة، لكن ليس في الاتجاه العكسي مع كل هذه الأزمات التي عانى منها العالم، سواء فيما يخص أزمة كورونا أو فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية؟ خلينا أقول لحضرتك أنه الاستشراف المصري للأزمات استشراف فيه كثير من الذكاء والمعرفة الدقيقة بما يحدث من خلل على المستوى الدولي، سواء في جائحة كورونا أو في الأزمة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي. هذه الرؤية الاستشرافية بتخلي الدولة المصرية طول الوقت بتبدع في صناعة حلول غير تقليدية للتعامل مع مثل هذه الأزمات. ربما إحنا شفنا يعني الفترة اللي فاتت هذا الدعم الكبير اللي تقدمه الدولة المصرية للصناعة في مبادرة ابدأ، ثم عدم التوقف عن المشروعات القومية العملاقة الاستمرار فيها والتعامل معها، التعامل مع أزمة النقد ويعني ما تقوم به الدولة من إجراءات فيها كثيرا من المعرفة ببواطن هذه الأزمة وكيفية التعامل معها. كل هذه الأشياء تصور أنها بتضعنا أمام حلول غير تقليدية للأزمات بتحاول الدولة المصرية طول الوقت انها تضعها امامها، وتحاول ان ايضا لا تتنازل عن الدعم الحمائي الذي تقدمه للمواطنين المصريين، انه ربما راينا في تجارب سابقه واخرى في دول العالم انه في مثل هذه اللحظات تتخلى الدول عن مواطنيها، لكن الدولة المصرية لم تتخلى عن المواطن المصري واستمرت في دعم الحمايه الاجتماعيه باجراءات يعني متتابعه ومتلاحقه، ربما في بعض الحالات يعني قرارات استباقيه حتى لا تؤثر الازمات على مجمل الاقتصاد الوطني المصري. طول الوقت مصر تستطيع حمايه هذا الاقتصاد ودعمه بشتى الطرق حتى يستمر في معدلات النمو التي لا تقل، يعني ربما من الاقتصادات يعني الاقتصادات النادره الان في العالم التي تحقق مثل هذه المستويات من الزياده رغم الازمات الدوليه ورغم الضغط الاقتصادي العالمي. نعم. اتصور انه الخروج من هذا المأزق يعني قريب، والدوله المصريه وضعت من الخطط ما نراه الان يتنفذ يعني يتحقق ويتنفذ، وايضا في المستقبل سنرى خطط اخرى تتعلق بالتطورات التي ستحدث على الصعيد العالمي. ربما الطرح المهم الذي طرحه السيد الرئيس في قمه المناخ عن ضروره السلام، لانه السلام هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق، مش بالنسبة لمصر بس ولكن بالنسبة لكل اقتصادات الناشئة التي تتأثر النهاردة من الإجراءات الحمائية الدولية بسبب ما يحدث من يعني على الأرض. نعم. في الصراع الروسي الأوكراني. أستاذ محمود، مصر انتهجت سياسة التوسع العرضي للمحافظات المختلفة تفاديا للمساس بالأراضي الزراعية أو نقصان هذه الأراضي، ومن ثم تتسبب في أزمة اقتصادية
وغذائية للمجتمع المصري أكثر خطورة. يعني برأيك كيف تسهم هذه السياسة في التوسع العمراني لتخفيف التكدس داخل المدن الكبرى وأيضا التخفيف من تكدس سكاني في الوادي والدلتا؟ صحيح، أنا بتفق مع حضرتك في هذا المنحى، خاصة وأنه يعني مدينة المنصورة الجديدة وعدد من المدن، ربما السيد الرئيس النهاردة أشار ل 30 مدينة جديدة بيتم بناها على النمط الذكي، كدور يعني كمدينة ذكية بتتعامل مع الحاضر الآن بها ما يحميها في المستقبل من الاعتداءات اللي ممكن تحصل وبنشوفها النهاردة في الدلتا القديمة. أتصور أنه هذا المشهد الاستشرافي زي ما قلت لحضرتك يعني في السابق، أنه الدولة المصرية تنظر إلى الأمام، تنظر إلى المستقبل، تتعامل معه وتحاول أن تحافظ على الثروات الموجودة الآن من أجل الأجيال الجديدة من المصريين، لا تترك الفرصة تضيع من بين يديها وتحاول طول الوقت أنها تحمي هذا المستقبل بكل السبل. المدينة المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي تنشأ حول عواصم المحافظات المكتظة بالسكان، أتصور أنها حلاً أمثلاً، ربما ضرورياً كمان ووجوبياً على الدولة المصرية أن تتحرك فيها، لأنه مع الزيادة السكانية والمعدلات الكبيرة التي يعني يزيد بها السكان في مصر، بدل من أن تتحول إلى قنبلة تنفجر فينا جميعاً، تحاول الدولة أن تحتويها بمثل هذه المدن، ثم في نفس الوقت تحقق من وراها ثروات جديدة تضيفها للثروة العقارية المصرية، بحيث أنه يبقى عندك طول الوقت ثروات عقارية يمكن أن تساهم في الحلول الاقتصادية، ثم وفي نفس الوقت تحل الأزمة السكانية، وفي نفس الوقت تخاطب المستقبل كمدن ذكية فيها كثير من الخدمات. يعني يحاول المصريين وغيرهم من غير المصريين الراغبين في الاستثمار في مصر أن تقيم فيها، ويكون لديهم الفرصة للعمل والاستثمار وجذب استثمارات جديدة للدولة المصرية. نعم. في نفس الوقت نضع في الحسبان أنه لا يتم الاعتداء عليها في المستقبل، خاصة الأحوذة الزراعية الموجودة حول هذه المدن من أجل الحفاظ على الثروة يعني الزراعية، من أنه يتم الاعتداء عليها في المستقبل من خلال شروط وبناء حديث وبناء مؤمن يستطيع حماية نفسه في المستقبل من أي اعتداءات يمكن أن تتم عليه. فتصور أن هذه مشروعات حيوية جدا تخاطب المستقبل وتخاطب يعني وتساعد الدولة المصرية حتى الآن في يعني مواجهة الآثار السلبية لما يحدث في العالم من أزمات غذائية ربما العالم مقبل عليها. مصر تؤمن نفسها من هذه الأزمات بمثل هذه المشروعات المهمة الآن. نعم، ومن ثم الفرق ما بين التعمير والعمران. يعني في السابق كان في مدن جديدة يعني تنشئها الدولة المصرية ربما لا تضع في حسبانها مسألة العمران اللي حضرتك تتحدث عنها، وهي فكرة بناء مجتمعات ذكية، مجتمعات تستطيع أن تجدي فيها عملا، تجدي فيها يعني نشاطا سكانيا متناسبا مع الـ يعني نمط البناء الذي تقوم به الدولة الآن. فبالتالي أنت الآن بتعملي مش بس تعمير للمناطق اللي يعني التي لم يكن فيها خدمات أو لم يكن فيها حياة من قبل، ولكن أيضا بتعملي تعمير وعمران، مجتمعات عمرانية جديدة تعيش بنمطا مختلفا، نمطا ذكيا، نمطا يتعامل مع المستقبل، نمطا يعني يحقق لنفسه ما يمكن أن نسميه الاكتفاء الذاتي من موارد ومن الزراعات ومن الأعمال لمن يسكنون هذه المناطق. فبالتالي أنت تصنع مجتمعات جديدة بمنطق جديد ومختلف، بعالية جديدة بتحكم هذا الأمر بأنه لا يمكن التسامح فيها مع التشوهات العمرانية ولا المباني المخالفة ولا العشوائية. وهذا النمط الذكي بينعكس ايضا على السكان وعلى مستوى معيشه هذه يعني هذه الفئه من السكان اللي لسه تعيش في هذه المناطق الجديده اللي بتصنع مجتمعا جديدا. نعم. في كثير من التقدم وكثيرا من التعامل مع مستحدثات العصر، خاصه في مجال المدن الذكيه وما توفره من خدمات لسكان مثل هذه المناطق. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.